نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن، وفيها قمة تركية روسية في سان بيترسبورغ، وأردوغان يعلن عن رغبته بفتح صفحة جديدة مع موسكو. قتلى وجرحى في قصف روسي على أحياء بحلب، والمعارضة تصد هجوما للنظام على تلة المحروقات جنوبي المدينة. البرلمان العراقي يصوت على رفع الحصارة عن الجبور، وعدد من النواب على خلفية اتهامات بالفساد. أهلا بكم. يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد قليل في مدينة سان بيترسبورغ الروسية نظيره الروسي فلاديمير بوتين في أول زيارة خارجية له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. وتأتي هذه الزيارة بعد أشهر من الفتور في العلاقة بين البلدين على خلفية إسقاط أنقرة لطائرة روسية فوق الحدود السورية أواخر العام الماضي. وفي حديث له مع وكالة تاس الروسية أعرب الرئيس التركي عن رغبته في كسر الجمود فيما يتعلق بالتعاون مع روسيا لبناء مفاعل نووي. وقال أردوغان أنه يريد إعادة ضبط العلاقات بين أنقرة وموسكو منطلقا من سجل نظيف، لكنه أكد أن بلاده لا تزال غير متفقة مع روسيا بشأن معالجتها لوضع سكان القرم من التتار. أرى هذه الزيارة بمثابة بداية جديدة وصفحة جديدة في العلاقات بين البلدين، وأود أن أرسل تحياتي الحارة لكل من فلاديمير بوتين والشعب الروسي نيابة عن نفسي وعن الأمة التركية. وأضاف أردوغان أيضا أنه يمكن التعاون مع روسيا بشأن الوضع في سوريا دون تقسيم الأراضي السورية. اسمحوا لي أن أفصح عن هذا الأمر بصوت عال وواضح. روسيا هي أهم عنصر فاعل في إحلال السلام في سوريا، وأعتقد أن روسيا وتركيا يجب عليهما حل هذه المشكلة من خلال اتخاذ خطوات مشتركة. تركيا التي تشترك في حدود كبيرة مع سوريا يمكن أن تتعاون مع روسيا، ونحن يمكن أن نتخذ هذه الخطوات دون تعطيل وحدة الأراضي السورية. نحننا نريد سوريا مقسمة. وللحديث عن هذه الزيارة معنا عبر الهاتف من موسكو صحفي رأد جبر. رأد، بداية، هل بدأت أعمال القمة بين الرئيسين بوتين وأردوغان؟ نعم، تحية طيبة. المفترض أن تكون هذه بالفعل بدأت اللقاء قبل قليل. طبعا لا توجد تفاصيل واضحة عن المواعيد الزمنية لأن هذا مصروف لجدول الأعمال الذي ناقشه الرئيسان، لكن من المتوقع أنه خلال فترة وجيزة أن يعني يصدر بعض التفاصيل عن مؤتمر صحفي مشترك في الوقت لاحق اليوم. نعم، طيب، هل برأيك ستنجح هذه الزيارة في إعادة العلاقات إلى سالف عهدها وكسر الجمود الحاصل الآن بين البلدين؟ بالتأكيد، وهذا هو هدف الزيارة أصلا، يعني هدف ترتيب هذا الموعد بين الرئيسين خصوصا بعد العملية الانقلابية الفاشلة في تركيا. نتذكر أن فلاديمير بوتين كان أول زعيم يتصل بأردوغان ويعلن عن مساندته، وفي ذلك الاتصال الهاتفي بالتحديد تم تحديد موعد لهذا اللقاء. إذا هناك رغبة مشتركة لدى الطرفين، وبمناسبة كما ذكرتم قبل قليل أن أردوغان وجه رسائل إيجابية تجاه موسكو. موسكو وجهت خلال الأيام الأخيرة رسائل إيجابية عدة تجاه أردوغان وتجاه تركيا. هناك رغبة مشتركة أن يكون هناك اتفاق على خريطة طريق لاستئناف العلاقات الثنائية على المستوى الكامل، بدءا من إعادة التبادل التجاري الاقتصادي إلى مستوياته السابقة، ومرورا بإعادة يعني خطوط السياحة الروسية، 4 ملايين سائح روسي يتوجهون إلى تركيا في كل موسم، وصولا إلى حتى المشروعات الاستراتيجية، يعني خط أنابيب الغاز عبر تركيا، وايضا مشروع بناء المحطه النوويه. طيب، برايك بالاضافه عذر على المقاطعه، بالاضافه الى الملفات الاقتصاديه، هل برايك ستكون هناك ملفات اخرى سيتم التطرق اليها، وخصوصا فيما يتعلق بالشان السوري؟ بالتاكيد، يعني انا بدات بالحديث عن العلاقات الثنائيه، لحدث انه هذه خطوه ستكون نقله مهمه، لكن الملف السوري بالتاكيد سيكون مطروحا وبقوه. وبالمناسبه، انطلاقا من نفس التعابير او من نفس الافكار التي طرحها اردوغان، روسيا الان ايضا معنيه بعدم الوصول الى سيناريو يمكن ان يسفر عن تقسيم سوريا. هي لا تريد ان تفشل في مهمتها،
تريد من تركيا هذا يعني التعاون الكبير، حاجة لدى كل طرف للطرف الآخر في هذه المرحلة بالتحديد، وخصوصا على التطورات التي جرت أخيرا في الحرب. يعني ليست صدفة أن تحرم وزارة الدفاع الروسية كان عن جملة من الأفكار أو المقترحات تم وضعها على طاولة الرئيسين اليوم. إذا تم تبني قرار مبدئي من مبدأ التعاون، فإن وزارة الدفاع الروسية ستطرح على نظيرتها التركية فتح خط ساخن وزيادة التنسيق الأمني والاستخباراتي والعسكري في سوريا من أجل تفادي حوادث إضافية، يعني مثلا سقوط طائرة أو تفادي اشتباكات وما إلى ذلك. هذا مؤشر إلى أنه برغم مساحة الخلاف الواسعة حول تصريح الرئيس السوري بشار الأسد مثلا حول آليات العملية السياسية في سوريا، لكن هناك ظهرت مساحة للتفاهم أو للتواصل للتقارب بين البلدين أيضا واسعة، وأعتقد أن الطرفين الآن سيسعيان إلى استكمال. شكرا لك صحفي رائد جبر، كنت معنا من موسكو. وننوه مشاهدينا الكرام أننا نشاهد الآن صور مباشرة من موسكو لتحضيرات لمؤتمر صحفي سوف ينعقد بعد قليل بين الرئيسين فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور روسيا في أول زيارة خارجية له بعد محاولة الانقلاب الفاشلة. إلى سوريا، حيث كثفت الطائرات الروسية قصفها على مناطق ومدن عدة خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في حلب، وأدى القصف إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف جوي على حي كرم النزهة، كما قتل عدد من المدنيين في قصف مماثل استهدف حي الصخور وتل الزرازير في المنطقة، بالإضافة إلى دمار كبير في المنازل والممتلكات. وشمل القصف مدن وبلدات كفرناها وعنجارة وطريق الباب والقاطرج والصالحين والميسر. من جهة أخرى، أعلنت المعارضة المسلحة أنها أحبطت هجوما لقوات النظام والميليشيات التابعة لها على تلة المحروقات بريف حلب الجنوبي، مضيفة أنها كبدته خسائر في العتاد والأرواح. في هذه الأثناء، دعت الأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار في مدينة حلب، وطالبت بتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين. وحذرت الأمم المتحدة في بيان من أن قرابة 1,000,000 شخص معرضون للحصار ويعيشون دون ماء ولا كهرباء، بعدما تسبب القتال في دمار في البنية التحتية الأسبوع الماضي. من جهتها، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من وجود مخاطر على حياة الأطفال بشكل خاص مع انقطاع إمدادات المياه وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة. إلى العراق الآن، حيث صوت مجلس النواب على طلب قدمه رئيس المجلس سليم الجبوري برفع الحصانة عنه بهدف إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة باتهامات فساد في حقه وعدد من نواب البرلمان. وقال جبوري إن الخطوة ستمهد لمثوله أمام القضاء لرد التهم الموجهة إليه من قبل وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي. هذا واستأنف البرلمان اليوم استكمال استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي بشأن اتهامات فساد في المؤسسة العسكرية. وكان العبيدي قد اتهم في جلسة استجوابه الأولى قبل نحو أسبوع، اتهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونوابا آخرين بالفساد واستغلال النفوذ وممارسة عمليات ابتزاز لتمرير عقود تسليح. وقد نجا العبيدي أمس من محاولة اغتيال في هجوم استهدف موكبه لدى زيارته قاعدة القيارة العسكرية جنوبية مدينة الموصل. ومعنا من بغداد مراسلنا طارق ماهر. طارق، هذه القضية لا تزال تتفاعل كل يوم، لماذا تقدم رئيس البرلمان بطلب رفع الحصانة عنه اليوم في البرلمان؟ نعم جمال، وفق المادة 63 من الدستور العراقي، تقدم اليوم رئيس البرلمان سليم الجبوري بطلب التنازل عن حقه في الحصانة النيابية بصفته نائبا ورئيسا للبرلمان العراقي للمثول أمام القضاء العراقي، وهو شرط لابد من تنفيذه أولا والتصويت عليه في البرلمان ليمثل لاحقا رئيس البرلمان أمام القضاء العراقي ليبرئ ساحته. وفي كلمة مطولة له أمام نواب البرلمان العراقي
الذين بلغ عددهم 237 والذين شكلوا بمجموعهم النصاب القانوني لجلسة البرلمان التي تأخرت أو تم تأجيلها لثمانية أيام منذ يوم الاثنين الماضي لإكمال واستكمال استجواب وزير الدفاع العراقي. أكد رئيس البرلمان الجبوري بأنه متأكد من امتلاكه للأدلة والوثائق التي تبرئ ساحته وبأنه سيعود إلى البرلمان العراقي كما كان قبل 7 أيام وبأن هذه الاتهامات التي تقدم بها وزير الدفاع العراقي هي محض افتراءات على حد وصفه أثناء كلمته أمام البرلمان العراقي. وبالتالي استكمل البرلمان اليوم جلسة الاستجواب لوزير الدفاع العراقي لكنه بعد ساعتين من النقاش المتواصل والجدل بشأن رفع أو سحب الثقة عن وزير الدفاع العراقي قرر البرلمان العراقي وبالأغلبية بأن يتم تأجيل سحب الثقة أو اتخاذ أي قرار بشأن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي حتى الانتهاء من التحقيقات وبالتالي قرار القضاء العراقي. طيب بعد هذه الخطوة فيما يتعلق بجبوري ما هو الإجراء التالي في البرلمان فيما يتعلق باستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي؟ جمال هنالك حالة من الإحباط التي تلف البرلمان العراقي بمجمل نوابه الذين واجهوا ما أسموه بالفضيحة التي تمثلت بسلسلة اتهامات وجهها وزير الدفاع العراقي إلى السلطة التشريعية وتحديدا إلى رئيس البرلمان واثنين أو عدد من النواب بلغ عددهم 8 نواب تقدم 3 منهم هم رئيس البرلمان سليم الجبوري والنائب محمد الكربولي والنائب طالب المعماري وهؤلاء 3 ينتمون إلى تحالف القوى العراقية وهو يمثل العرب السنة تقدموا طواعية لسحب الثقة أمام البرلمان العراقي للمثول أمام القضاء وتبرئة ساحتهم وبالتالي هذه القضية تحتاج إلى وقت وتستغرق وقتا طويلا قد يمتد لأسابيع لتبرئة أسمائهم ثم العودة إلى البرلمان لمواجهة أو لطلب استعادة الثقة. وبالتالي لا بد من الإشارة جمال على عجالة بأن رئيس البرلمان تقدم بدعوى مقابلة ضد وزير الدفاع العراقي بتهمة القذف والتشييد العلني. طارق ماهر مراسل التلفزيون العربي كنت معنا من بغداد، شكرا لك. نبقى في العراق حيث قتل 4 جنود من الجيش العراقي وأصيب 9 آخرون في هجوم نفذه عناصر ما يعرف بالدولة الإسلامية في منطقة البعبيد شرقي الرمادي. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش عن عملية عسكرية واسعة لاستعادة مناطق وادي العظيم وبطيبجة بين محافظتي صلاح الدين وديالة. وأكد قائد عمليات سامراء أن العملية انطلقت من عدة محاور بمشاركة قيادة عمليات دجلة والحشد الشعبي فضلا عن طائرات الجيش والتحالف الدولي. في اليمن شن الطائرات والتحالف العربي غارات على مواقع تابعة للحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في العاصمة صنعاء، هي الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي صاحب انطلاق المشاورات السياسية في الكويت قبل 4 أشهر. واستهدف القصف معسكرات النهدين والحفا والكلية الحربية والمقر السابق لقيادة الفرقة الأولى، كما شنت الطائرات غارات على معسكرات الحرس الجمهوري شمال صنعاء. من جهة أخرى وصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدمها في نهم على مشارف العاصمة، حيث أفادت مصادر عسكرية بتقدم الجيش أو بتمكن الجيش من السيطرة على جبل الجبير ومناطق أخرى في المنطقة. ومعنا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. خليل القاهري، أين تتركز أعمال القصف في يعني على مواقع الحوثيين؟ هل ما زالت متواصلة وما دلالات هذا القصف في هذه الفترة بالذات خصوصا مع توقف المشاورات والمفاوضات في الكويت؟ نعم جمال، بالنسبة للغارات الجوية يعني حتى منذ قليل كان هناك تحليق مستمر للطيران سواء في صنعاء أو أيضا في محافظات أخرى كتعز والحديدة وإب. استهدفت هذه الغارات في صنعاء بعد توقف دام أشهرا عددا من المواقع كما ورد في سياق الخبر، ومنها معسكر الصباحة إلى الغرب
من العاصمة صنعاء ومعسكر الحفا ونقم شرقا، وأيضا مواقع في الاتجاه الجنوبي وأخرى أيضا في اتجاه الشمال، بينها كما قيل معسكر الصيانة وفقا للمعلومات والمصادر، بالإضافة إلى معسكر الفريجة في منطقة أرحب بالتزامن مع المواجهات التي تدور في نهم. هذا بالنسبة لصنعاء. وأيضا في إب استهدفت هذه الغارات عددا من المواقع، بينها معسكر الحمزة ومنتجع بن لادن ومقر قوات الأمن المركزي في مدينة إب. أيضا في الحديدة استهدفت هذه الغارات مواقع الأمن المركزي وأجزاء من ميناء الحديدة، وكذلك في حجة المجاورة على الحدود الشمالية الغربية اليمنية السعودية استهدفت مواقع في مديرية كشر وأيضا مواقع في الشمال وتحديدا في محافظة صعدة. يعني هناك توزع لهذه الغارات وأهدافها في أكثر من محافظة يمنية، بينها أيضا تعز من الناحية في الاتجاه الجنوبي، حيث تشير المعلومات إلى أن طيران التحالف نفذ عددا من الغارات على مواقع في منطقة المخا الساحلية التابعة لمحافظة تعز. أما الدلالات فكما لو أن هناك تأزما في الظرف السياسي الراهن الحاصل في البلد، خاصة بعد انتهاء مشاورات الكويت بدون تحديد أفق معين لاستئنافها، لا في الزمان ولا في المكان، وأيضا بالتشكيل المجلس السياسي المشترك بين الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام. وهذا يشير بشكل أو بآخر إلى أن العمليات العسكرية يبدو أنها ستستأنف، خاصة مع أيضا تمدد المواجهات في نهم واستمرار هذه المواجهات بشكل عنيف كما حدث خلال الساعات الماضية وساعات فجر اليوم. نعم خليل، هذه المواجهات هل تسببت في سقوط ضحايا اليوم؟ شهدته نعم، وفقا لبعض المصادر فإن هناك قتلى وجرحى من الطرفين، لكن لم يتسنى لنا معرفة العدد الدقيق لهؤلاء الضحايا حتى هذه اللحظة، ولكن المؤكد أن هناك قتلى وجرحى من الطرفين، خاصة أن هناك أيضا غارات جوية استهدفت عددا من المواقع في مناطق قريبة من المواجهات. شكرا لك خليل القاهري، كنت معنا من صنعاء، شكرا لك. ونتحول الآن ونتحول الآن إلى بغداد إلى العراق لمتابعة كلمة رئيس البرلمان العراقي سليم جبوري. مع أنني متأكد بل مستيقن من كذب الادعاءات وبطلانها والتي إنما سيقت للتخلص والتملص من المسؤولية، فإنني أؤكد لكم سلامة ذمتي أمام الله ثم الشعب، مرددا قول الشاعر: ستبدي لكم ما أيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار ما لم تزودي. ومن هنا فإنني قد تقدمت للقضاء العراقي بشكوى لتبيان حقيقة هذه الادعاءات، وكل ثقة بقدرة القضاء العراقي ومصداقيته أن تضع الأمور في نصابها وتعيد الحق إلى أهله. إخوتي أخواتي، إن مجلس النواب هو صمام الأمان لحماية القانون والدستور والحفاظ على هيبة الدولة والنظام العام، ومن ثم فإن أي إساءة توجه إلى نائب بغير وجه حق فإنما هي إساءة، بل هي إساءة للشعب العراقي الذي اختارهم وانتخبهم ممثلين لهم. لذا فإننا نرفض أي اتهامات عن طريق وسائل الإعلام أو وسائل التواصل توجه إلى السادة النواب أو هيئة الرئاسة أو جهة اعتبارية أو أي مواطن دون استكمال الشروط القانونية لهذا الاتهام، وندعو كل من لديه شكوى ضد أي من أعضاء مجلس النواب بالتوجه للقضاء بشكل مباشر وبدون تشهير، مؤكدين لكم أن مجلس النواب لن يتردد في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل القضاء من أجل تحقيق النزيه وشفاف، يعمل على رفع المظالم على أبناء الشعب العراقي. أعاهد شعبنا العراقي العظيم ودماء الشهداء التي سالت على أرض الوطن للحفاظ على شرفنا وكرامتنا وتأريخنا الكبير الذي نفتخر به ونتشرف بالانتماء إليه، إلى أهلنا، إلى عشائرنا، إلى مجلسنا وبيوتنا التي أنجبتنا وعلمتنا الصدق والإخلاص وعدم الخيانة. نعاهد هؤلاء جميعا على المضي في هذا الطريق من أجل تحقيق العدالة والحفاظ على المسؤولية في الدفاع عن حقوق الوطن والمواطن. ونؤكد بل نجزم أن مجلس النواب العراقي سيمضي في الجلسات القادمة
ليستكمل عملية ملاحقة الفاسدين ومحاسبة المقصرين، ولن تأخذنا في ذلك لومة لائم. سيد الرئيس، بالنظر لما أثير في جلسة استجواب السيد وزير الدفاع في مجلس النواب في يوم المرقم 8 في يوم 1/8/2016، ورغبة منا في إتمام التحقيقات القضائية المتعلقة فقط في جملة من الاتهامات بحق رئيس مجلس النواب وعدد من السادة النواب، ولما كان رفع الحصانة هو من حق المجلس، فأني أتقدم طوعياً إلى مجلسكم الموقر برفع الحصانة عني وفق المادة 63 ثانياً باء من الدستور والمادة 20 ثانياً من النظام الداخلي. إذن كانت هذه كلمة رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، والتي تقدم فيها بطلب رفع الحصانة عنه في البرلمان، وأكد فيها أيضا أن أي إساءة لأحد النواب البرلمان هي إساءة للشعب العراقي، وقال أيضا إن البرلمان سيستمر في متابعة المقصرين والمجرمين على حد قوله. وسنعود بأكثر تفاصيل عن هذا الملف في نشرتنا اللاحقة. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل: البطالة في غزة تدفع خريجي الجامعات للعمل في جني وبيع ثمار الفواكه. أهلا بكم من جديد. أجبر حريق غابات هائل السلطات الأمريكية على إغلاق جزء من طريق سريعة في ولاية كاليفورنيا، وأسفر الحريق المستمر منذ 22 من الشهر الجاري عن مقتل شخص واحتراق ما يزيد عن 60,000 فدان، بالإضافة إلى تدمير 57 منزلا وعددا من المنشآت. أخبار منافسات الأولمبياد والدوريات العربية والعالمية نتابعها في هذه الجولة الرياضية. أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرا تعاقده مع النجم الفرنسي ولاعب خط وسط يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا بصفقة تاريخية بقيمة 89 مليون جنيه استرليني، ليصبح الدولي الفرنسي أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم. هذا وسبق لبوغبا اللاعب في صفوف الشياطين الحمر سابقا قبل أن يرحل مجانا إلى البيانكونيري. تتجه أنظار عشاق كرة القدم الليلة صوب النرويج، وتحديدا ملعب ليركندال الذي سيحتضن القمة الإسبانية على كأس السوبر الأوروبي بين سيد أوروبا ريال مدريد وزعيم دوري القارة العجوز نادي إشبيليا، الذي يأمل في استغلال غياب البرتغاليين رونالدو وبيبي والويلزي غارث بيل بالإضافة إلى الألماني توني كروس. كما سيشهد اللقاء أول ظهور رسمي للأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيليا الجديد. توج الزمالك بلقب كأس مصر للعام الرابع على التوالي بعد فوز الكبير والمستحق على غريم تقليدي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في نهائي البطولة، ليحرم نادي القلعة البيضاء الشياطين الحمر من التتويج بالثنائية، ويحصد الزمالك الكأس للمرة 25 في تاريخه. دفع ارتفاع معدل البطالة وعدم وجود فرص عمل الكثير من خريجي الجامعات الفلسطينيين في قطاع غزة إلى البحث عن عمل في المزارع خلال الصيف وجني ثمار الفواكه الموسمية مثل التين والعنب. في مزرعة الفواكه هذه الواقعة غرب مدينة غزة يقضي رمزي ساعات بجني ثمار التين والعنب وبيعها في الأسواق كمصدر للرزق. فمعدل البطالة الذي يعتبر الأعلى في العالم يدفع آلاف الخريجين الجامعيين للبحث عن بدائل لتوفير مصدر للدخل. حكينا لناس كتير المعنيين في هذا الأمر أنه نتوظف نشتغل، خاصة أنا وأغلب الشباب اللي بيشتغلوا هان معايا مش واحد ولا اثنين، بدي أحكي لك معظمهم كلهم متخرجين. وفي ظل تصحر الأراضي الزراعية نتيجة تجريفها من قوات الاحتلال بالإضافة للزحف العمراني، يعتبر قطاع الزراعة من أهم مصادر الدخل، حيث يشغل أصحاب المزارع العاطلين عن العمل لكسب الرزق. غير موسم التين مثلا أو موسم العنب، يعني عنده مثلا الشاب هذا اليوم هيو مثلا بقطف تين وبيعبي تين، هلقيت كمان ساعتين ثلاثة بروح يبيع تين فقى في السوق. منظمة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا
حذرت أن الأوضاع الاجتماعية الاقتصادية في قطاع غزة قاسية للغاية، الأمر الذي يزيد أعدادا كبيرة من السكان بما فيهم الخريجين للاعتماد على برامجها التوظيفية والإغاثية، حيث يعتمد حوالي 80% من السكان في غزة على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية. ختام هذه النشرة، زوروا موقعنا على الانترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نلقاكم في نشرتنا اللاحقة، إلى اللقاء.